ولدك فين يا زينات؟ سوفا؟ سوفا لو يطول يبيعني بجناح هيبيعني. انت اللي عملتي في نفسك كده. ايوه صح، انا استاهل كل اللي جرالي. انا شطانه، بس الشيطان لا حول له ولا قوه، ملوش سلطه علينا. ولو انا عملت حاجه في كتير عمل اكتر مني، بس انا كنت بعمل اللي بيطلب مني وبنفذه. لو جايباني يا ست فوزيه عشان اكل هدعيلك، مش كده وبس، لا همشي في البلد كلها واقول الست فوزيه بتطعم الغلابه، وهقول كمان ان خيرك مغرقني، وانك ست بتعرفي ربنا، وانك من الاوليه. ست فوزية مش هقول بس كده، لا هقول كل اللي انت عايزاه، كل اللي انت عايزاه هقوله عشان خاطر اللقمة. ما احنا غلابة والغلبان مننا بيقول ايوه ونعم عشان يسد جوعه ويتستر. كل بيت في البلد النهاردة هيدعيلك لانه دخلوا ظفر والبطون نامت شبعانة. بس خلي بالك لو بكرة جاعوا هيدعو عليكي، وهيدعو عليكي تاني وتالت. لا يا زنات، مش كل الناس زيك. لا، الناس كلها طينة واحدة، وإلا كان زماني دلوك باخد العطية والبيت الكبير بيت عبد الجواد. ولا يا ست فوزية؟ عندك حق يا زنات، عندك حق. مين اللي قال لك إن أنا هنا؟ لا ابدا، انا كنت جاي ابص على الرجاله. طب تعالى اقعد يا حاشا. خير يا اخوي؟ ولا جاي تطمن عليا وماشي طوالي؟ لا ابدا، انا بس كنت مستعجل وقلت اكيد انت تعبان مش هتقدر تقعد وتتكلم. والله يا حسن لو بموت وانت جيت هقوم اقعد معاك. انت مش تمام وكويس الحمد لله. أنا زي الأسد زي ما أنت شايف أهو. طالما ضحكت يبقى تقعد ونفطر سوا. لا نفطر وإيه؟ وقت والله العظيم أعملها معاك. أكتر من اللي فات؟ لو على إيه؟ يبقى ناكله. انسى اللي فات، الدنيا ما تستاهلش شيء. أنا وأنت مالناش غير بعضينا يا حسن. أنا عايزك تصحصح يا مروان. الدنيا دي محدش هياخد منها حاجة على قولك. هي ريم وعادل كانوا عندك بيطمنوا عليك وبس ولا في حاجة تانية؟ أنا بس عايزك تاخد بالك من الناس دي. صح، أنا نسيت، أنت عارف الناس دي أكتر مني. أنا اللي هقول لك، شكله كده الوكلة هيتأخر وأنا ما عنديش وقت. ألف سلام عليك يا أخوي، خلي بالك من نفسك. المرة دي ربنا ستر، لكن المرة اللي جاية محدش عارف إيه اللي ممكن يحصل، وإحنا محتاجينك. ربنا يسترها معانا ولا ايه؟ قول يا رب. يا رب. زكي يا حسن، انت رايح فين؟ ما تقعد تاكل لقمه معانا. عندي مشوار وحاجه تاني. بالاذن. تعالى. اتفضل. اتفضل. روح انت. مروان، اوعى تكون زعلت حسن ولا اتخانقت معاه. ابدا والله. انت عارف ان اخوك حسن اكتر واحد بيحبك في الدنيا دي. اول ما عرف ان انت ضربت بالنار جه جري عشان يطمن عليك. ما يغركش يعني ان هو مشي بسرعه. صدقي انت ست ملاك، قسما بعز جلاله الله لو واحده غيرك كانت مسكت وداني وقال لك يا اخوك جه وما قعدش معاك خمس دقايق ومشي على طول. طب ايه رايك بقى ان انا كنت هقول كده؟ زينب عمرها ما تقولك ده. بص يا مروان، انا عاوزه اقول لك على حاجه، بس من غير ما تكشر لي ولا تحمر عينيك. ايه هي؟ انا بصراحه كده مش مطمنه لريم وعادل. حاسه ان الزياره بتاعتهم دي وراها حاجه كده. عاملك مش مريحك؟ ما انا عاوزه اطمن عليك وانت مش عاوز تفهمني. انت طول الوقت غامض قدامي يا مروان. ده انا كتاب مفتوح بالنسبه لك. انت مش سهل برضه. انا كل مره عاوزه اقررك ما الاقيش حاجه، وبعمل في نفسي بقى اقول خلاص انا رايحه لمروان هعمل فيها زي الستات الجامده كده، لما بتاخد جوزها وبتجيب اخره، زي ما بروح زي ما باجي. عشان انا قلبي طيب وحنين وصافي. اللي في قلبي يبان على عينيه. طب يلا يلا ناكل بقى. وكليني،
انا دلوقتي تعبان. ماشي حاضر يا ميرو. نعم ميرو، ده لو حد سمعك وانت بتقول يا ميرو دي تبقى فضيحه. فضيحه ليا؟ مروان عبد الجواد يبقى اسمه ميرو؟ بس صدقي عجبتني قوي. يعني ايه ميرو دي؟ بس ما حدش دلعني قبل كده. يلا بالهنا والشفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، انا هقوم امشي. رايحه فين؟ عمتي نزلت للسوق تشتري شويه حاجات وقالت ان انا حصلها. طب انت مش عايزه اي حاجه؟ لا يا حبيبي سلامتك. صدقيني انت احسن انسانه قابلتها في حياتي. احلى حاجه بقى ان الجو النهارده جميل جدا. انت شايفه الحلو دي حلوه قد ايه؟ لا يا شيخه لازم تبصي عليها، مش ممكن الكلام ده. انت ليه ما جبتيش معاك النضاره؟ تعالي نقعد هنا. اوكي. نتكلم بقى في المفيد. اه طبعا قول. بقول لك يا شهد، انا عايز اتجوزك. اوعي تقولي لي انك اتفاجئتي. انا اصلي. اصلك ايه يا شهد؟ شهد انت مخبيه عليا حاجه؟ في حاجه حصلت انا ما اعرفهاش. انا عايزك يا شهد، عايزك من غير اي مشاكل. عزت، انا اتجوزت. مش زي ما انت فاهم، انا اتجوزت على الورقه بس، والراجل اللي اتجوزته مات. الراجل اللي اتجوزته اتقتل يا عزت. تحب اوصلك في حته؟ عزت انا ما خلصتش كلامي. لا الكلام ما بيننا خلص خلاص. لا ما خلص. وعلى فكره مش عايزاك تثبت على طلبك اللي طلبته دلوقتي، مش مهم. المهم عندي انك تسمعني وبس. اسمعك؟ قهوه ساده يا ابني، قهوه ساده اشربها على روح المرحوم. ويا ترى بقى عرفوا مين اللي قتله ولا لسه ما حدش عارف مين اللي عملها؟ أنا مش هلومك على أي تصرف بتعمله دلوقتي عشان أنت عندك حق يا عزت. تلوميني؟ تلوميني على إيه يا مدام؟ عزت، هو أنا لو قلت لك إن أنا محتاجة لك وإن أنت السبيل الوحيد إن أنا أتغير هتسيبني؟ لا مش هسيبك. بس إزاي؟ بس كل اللي عايزاه منك إنك تسمعني يا عزت. أنا الدنيا لما قفلت في وشي ما خطرش في بالي أي حد غيرك أتكلم معاه. أنا عارفة إن أنا غلطت، بس أنا كمان إنسان والإنسان ضعيف يا عزت، وأنا اتعرضت لضغط كبير قوي من عيلتي ومشاكل كتير، وكنت كل يوم بتيجي في بالي، كان نفسي أحكي لك بس برضو كنت خايفة لو حكيت لك تبعد عني، وأنا بصراحة مش عايزاك تبعد.